ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ولذلك أنكر الإمام أحمد كما في السنة للخلال، أنكر على من قال هو كلام الله وسكت، وهؤلاء من؟ الواقفية، يقول نقول كلام الله ونسكت ولا نقول غير مخلوق، فيقول هؤلاء شر من الجهمية، لأنهم يدلسون على عوام الناس، لأن المقام مقام ماذا؟ مقام دفع شبه، مقام دفع شبه، فيقول كلام الله منزل غير مخلوق. لماذا قلنا الجهمية؟ لأنهم هم رأس هؤلاء، ولا يعني أن غيرهم يخرجون من ذلك. فالمعتزلة أتت، والأشاعر لهم كلام في القرآن، والماتريدية لها كلام في القرآن. الشاهد من هذا إنما ذكرنا الجهمية فقط لأنهم هم أساس من أتى بهذه البدعة، ثم بعد ذلك نشأت من بدعة الجهمية من؟ هذه الفرق، هذه الفرق. فالجهمية أنكرت الأسماء والصفات، والمعتزلة أنكرت الصفات وأثبتت الأسماء. الأشاعرة أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا من الصفات إلا سبع، مجموعة في قول القائل حي عليم قدير والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر.